نناقش الملف التالي عن الفساد السياسي في العراق والعجز الحكومي عن فتح هذه الملفات. وينضم إلينا عبر سكايب من فيينا الإعلامي والصحفي زياد سنجري. أهلا بكم سيد زياد. أهلا وسهلا، حياكم الله. وفقا لخلية الأزمة النيابية، فإن هيئة النزاهة تتعمد التسويف والمماطلة في ملفات الفساد بوزارة الصحة. ما أسباب ودوافع المماطلة في فتح هذه الملفات رغم وجود أدلة ضد المتهمين بالفساد فيها؟ نعم، الصحة وكل دوائر الدولة اليوم هناك ملفات فساد معروفة لدى الشارع العراقي والمتابع العراقي. يدرك جيدا بأن حجم الفساد المستشري لا يطاق اليوم في العراق، ولكن هذه الجهات ذات العلاقة في كشف ملفات الفساد ومتابعة الفاسدين للأسف هي أيضا مشمولة بهذا ملف الفساد. لا أقول للجميع، ولكن هناك غالبية وينقسمون قسم بسيط لا حول ولا قوة، وقسم مرتشي، وقسم خائف، لأن الجهات الفاسدة في داخل العراق هي الجهات المتنفذة التي تمتلك ميليشيات وسلاح وسطوة ونفوذ تستطيع أن تقيل أي شخص يحارب الفساد، بل تستطيع أيضا أن تلفق له ملفات إرهاب، قتل، فساد. هذه الجهات الفاسدة هي من تحارب أي جهة تعمل من أجل العراق. لذلك نشر الفوضى ونشر الفساد هي ثقافة العملية السياسية الحالية، هي ثقافة الميليشيات المنفلتة في داخل العراق، هي ثقافة النفوذ الإيراني في داخل العراق. دائرة الصحة، سأضرب مثال، مثلا لدينا في مدينة الموصل مبلغ مليار و800 مليون. هذا المبلغ صرف لأجل شراء أجهزة فحص فيروس كورونا. هذه الأجهزة التي تم شراؤها طبعا أضعاف أسعارها، تبين بأنها لا تصلح للكشف وإنما للأبحاث ولا تصلح. يعني مدينة الموصل اليوم ومحافظة نينوى بأربع ملايين نسمة يعتمدون على جهاز واحد فقط. نعم. هذه الأمور تزيد من ما يحدث الآن من كارثة إنسانية يعيشها أبناء مدينة الموصل وأبناء العراق، حيث نعم. وصلت الإصابات إلى 5000. فإذا الفساد مستشري في كل الدوائر، وهذا مثال بسيط على ذلك الفساد. نعم. سيد زياد، كيف يمكن تقييم إنجازات حكومة الكاظمي في الأشهر الخمسة بعد تشكيلها، انطلاقا من الوعود التي روج لها الكاظمي عالميا ومنها مكافحة الفساد؟ يحسب للكاظمي بأنه يختلف بالفعل عن غيره، حيث وعد بأن يجعل العراق هو أحد الدول المتقدمة، ووعد بمكافحة الإرهاب والفصائل المسلحة وفشل، وعد بمحاربة الفاسدين والكتل السياسية وفشل بطريقة متعمدة. طبعا الحقيقة الكاظمي لم يستطع أن يقدم أي شيء حقيقي وملموس سوى الاستعراض أمام المستضعفين، أمام الضحايا في عبر وسائل الإعلام. عملية أمنية في البصرة لم يستطع أن يقبض إلا على ثلاثة أو أربعة قطع سلاح يستولون عليها من قبل ميليشيات بعضها لا يعمل. نحن أمام مهزلة كبيرة الحقيقة. حكومة الكاظمي خلال هذه الفترة أثبتت أنها حكومة أقوال وليس حكومة أفعال، وهذا ما حدث. وكل مراقب في داخل العراق يؤكد بأن الكاظمي لن يستطيع الخروج عن العباءة الإيرانية أو العباءة الميليشياوية أو العباءة عباءة الفساد التي أتت بالكاظمي عبر بعض النواب والفاسدين والكتل السياسية الكبيرة في العملية السياسية التي أتت بالكاظمي. لن يستطيع أن يحارب تلك الجهات المتنفذة الفاسدة في داخل العراق، وفشل فشلا ذريعا. نعم. إلى أي مدى تعتمد الحكومة في مكافحة الفساد على أسس إدارية وقانونية، وما العراقيل التي واجهتها في هذا الشأن؟ الحكومة الحقيقة تقف عاجزة أمام السلاح المنفلت، تقف عاجزة عن إلقاء القبض على أي شخص ينتمي لأي حزب أو فصيل مسلح أو ميليشيا في داخل العراق. يعني أبسط مثال، عندما ألقوا القبض على مجموعة إرهابية
حاولت وقصفت مطار بغداد، ما حدث بأنهم تم إطلاق صراعهم بالقوة وتم تطبيق مبنى مكافحة الإرهاب في داخل المنطقة الخضراء، وهددت تلك الميليشيات باقتحام المقر واعتقال من فيه من عناصر مكافحة الإرهاب. نحن أمام قوة أكبر من قوة الحكومة، قوة حقيقية على الأرض تمسك زمام المبادرة، قوة تأتمر من خارج العراق، قوة تأتمر بالتحديد من الوليه الفقيه او الوليه السفيه الذي هو من يحدد مسارات ما يحدث في داخل العراق. هذه الحكومه عاجزه بكل تاكيد، وربما اذا لم تكن متواضعه فهي بكل تاكيد عاجزه عن تقديم شيء حقيقي للمواطن. الشعارات كثيره، الاقوال كثيره، ولكن الافعال قليله جدا ونادره، واعتقد بان حكومه الكاظمي انكشفت للشارع العراقي، فهي لن تستطيع أن تخرج عن مسار من سبقه من نعم، رؤساء وزراء مثل العبادي والمالكي والجعفري وغيره. أمام ملفات الفساد القائمة والأزمة الاقتصادية الحالية، ما الجدوى من عمليات الاقتراض إذا كان مصيرها الهدر والنهب مثل سابقاتها؟ نعم، القرض هو يكبل العراق باتفاقيات الحقيقة ستكبل الأجيال القادمة من أبناء العراق. اليوم حتى النفط الذي داخل الأرض تم بيعه سلفا. نحن أمام مهزلة حقيقية اقتصادية حدثت في العراق ليس وليدة اللحظة، وليدة عندما تم الاتفاق شهر ستاني مع كبرى الشركات العالمية وألغى قرار التأميم العراقي الذي وقع في سبعينيات القرن الماضي. العراق اليوم تحت وطأة تلك الشركات العالمية، العراق اليوم يبيع ثمن برميل النفط بأقل من سعر برميل الماء عمليا، بل أن كثير من المواد أكثر ثمنها أكثر من سعر برميل النفط. لذلك العراق مضطر أن يقترض مزيدا من الأموال ويصرفها على جيوب الفساد والكتل السياسية الفاسدة التي تسيطر وتهيمن بشكل واضح وملحوظ على كل العقود الضخمة في داخل العراق، وهي ولديهم شركات تابعة لهم. وهناك فساد رقم واحد في العالم، نحن نتحدث العراق اليوم عن هدر أكثر من 1000 مليار خلال هذه العملية السياسية، وهو رقم فلكي ورقم مخيف مرعب قياسا لبقية الدول. نعم، نتحدث عن ميزانية العراقية التي تتجاوز بحجمها مجموعة عدة دول مجاورة للعراق، فإذا الفساد مستشرب والقروض هي لتكبير العراق مستقبلا اقتصاديا. شكرا جزيلا لك الإعلامي والصحفي زياد سنجري، كنت معنا عبر سكايب من فيينا.